السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي القناة الخاصة بالتحاليل الطبية. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الجرثومة الحلزونية أو ليليكوباكتير بيلوري. الجرثومة الحلزونية هي بكتيريا ذات شكل حلزوني أو اسمها ليليكوباكتير بيلوري، تصيب أكثر من 50% من السكان. إذن هي واحدة من الالتهابات البكتيرية الأكثر شيوعاً التي عرفتها البشرية. قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذه البكتيريا تصنف من الفئة الأولى المسرطنة، بحيث تغزو بضانة الغشاء المخاطي للمعدة فتسبب ما يصل إلى 95% من قرح الاثنى عشر و 75% من قرح المعدة. وعلى الرغم من التحقيق المكثف في طريقة انتشار هذه البكتيريا، إلا أنها لا تزال غير واضحة، ورغم وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن البكتيريا تنتقل من شخص لآخر من خلال البراز إلى الفم، إلا أن الآلية لا تزال غير واضحة. فمعظم حالات العدوى تحدث في مرحلة الطفولة، وخاصة في ظروف معيشية مزدحمة وسوء المرافق الصحية وسوء النظافة الشخصية. هذه البكتيريا تصيب كلا الجنسين على حد سواء، ووجودها في المعدة يؤدي إلى التهاب نشط ومزمن عند جميع المرضى تقريبا. رغم ذلك غالبية المرضى لا تظهر عليهم أي أعراض، بالإضافة إلى أن هناك أقل من 10% من المصابين قد تتطور لديهم الأعراض إلى مرض القرحة الهضمية أو حتى سرطان المعدة. أما فيما يخص الأعراض فهي لا تظهر عند غالبية المرضى، وحتى وإن ظهرت فهي تكون خفيفة جدا، فقد يشعر المريض بألم خفيف أو حرقة في البطن قد تأتي وتذهب بشكل متكرر، ولكن عادة ما يشعر المريض بهذا الألم بشكل أكبر عندما تكون المعدة فارغة كالوقت بين وجبات الطعام أو في منتصف الليل، يمكن أن تستمر لبضعة دقائق أو لساعات. وقد يشعر المريض بأنه أفضل بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو أخذ مضادات للحموضة، إلا أن هناك علامات أخرى قد تدل على وجود الجرثومة في معدة المصاب، وهي الانتفاخ، التجشؤ، عدم الشعور بالجوع، الغثيان والتقيؤ. إلى جانب هذه الأعراض ممكن أن تظهر أعراض أخرى لدى أشخاص مصابون بقرحة الاثنى عشر أو التهاب المعدة الحاد، مثلا ألم في البطن، الغثيان مع احتمالية نزول الدم، براز داكن اللون، تعب مستمر، انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب النزيف، قلة الشهية بشكل دائم، الإسهال، الحرقة ورائحة الفم الكريهة، صعوبة في التنفس، الدوخة أو الإغماء، وشحوب لون البشرة. تشخيص الجرثومة الحلزونية يتم من خلال أولا فحوصات سريرية من خلال الكشف البدني، حيث يفحص الطبيب المعدة للتحقق من علامات الانتفاخ أو الألم، كذلك من خلال تحاليل الدم، مثلا تحليل الدم الكامل و تحليل آخر للبحث عن الأجسام المضادة ضد البكتيريا الحلزونية أو ليليكوباكتير بيلوري. يتم أيضا فحص للبراز من خلال أخذ عينة لتحقق من علامات وجود هذه البكتيريا، بالإضافة إلى تحقق من وجود الدم فيه. تجرى أيضا اختبارات للتنفس، حيث يقوم المريض بتناول مستحضر يحتوي على اليوريا، فإذا كانت البكتيريا موجودة فسوف تنتج أنزيم يكسر هذا المزيج بإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتم الكشف عنه بجهاز خاص. التنظير أو الغاستروسكوبي، حيث يقوم الطبيب بإدخال المنظار في الفم إلى أسفل المعدة والإثنى عشر، بحيث تبعث الكاميرا المرفقة بالمنظار الصور على شاشة الطبيب مباشرة لعرضها والبحث عن أي مناطق غير طبيعية. يمكن أيضا أخذ عينات من هذه المناطق إذا كان الأمر ضروريا.
يتم علاج الجرثومة الحلزونية أو الهليكوباكتر بيلوري عن طريق العلاج الثلاثي، وهو العلاج الذي يتم فيه استخدام نوعين مختلفين من المضادات الحيوية لقتل البكتيريا ومنع تكون مقاومة للمضادات الحيوية لديها، بالإضافة إلى أحد أنواع مخفضات الحموضة المعوية سواء كان مثبطات المضخة البروتونية أو الصادات الهيدروجينية. فتعمل هذه الأدوية معا على التخفيف من أعراض حرقة المعدة، بالإضافة إلى القضاء على هذه البكتيريا نهائيا. وفي معظم الأشخاص المصابين يتم القضاء عليها من خلال دورة واحدة من هذا العلاج، والبعض الآخر قد يحتاج إلى أكثر من دورة وإلى تغيير أنواع المضادات الحيوية المستخدمة.